السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة، أنا شغال على تنبيهة إنشائي وعايز أعمل لوح المعماري وكده. مفيش أي مشكلة خالص إن أنت تبقى شغال على ريفت إنشائي وتعمل لوح المعماري بدون أي مشكلة خالص. طيب إيه فكرة التنبيهة؟ فكرة التنبيهة إن أنا بحط بعض الحاجات اللي تسهل عليا، مش معنى كده إن التمبليت دوت ما ينفعش أشتغل عليه معماري أو إنشائي أو هيرفض. الفكرة كلها إن أنا بحط بعض الإعدادات، فسهل ان انا اتحول من دوت لدوت، سهل ان انا وانا شغال هنا اشتغل حاجه ثانيه، بس بظبط الفاميلي، بظبط بعض العدد. لو انا شغال في الانشائي باجي هنا في الفيو وبقول له انا عايز بلان فيو، واقول له انا عايز استراكشر بلان. لو انا عايز اشتغل على المعماري بقول له فلور بلان، وبشيل العلامه ديت وابدا احدد الحاجات اللي انا عايزها واقول له اوكي، فبيبدا يعمل لي فلور بلان للمعماري في قلب البروجكت براوزر. لو انا عايز انشائي باجي هنا واقول له انا عايز استراكشر بلان. وفي بعض الاعدادات اللي بتزودها، يعني مثلا ده سيلينج، ده استراكشر بلان. ممكن بقى تدخل هنا تشوف بقى هل انت في اللوح الاستراكشر بلان دي هل انت محتاج مثلا لما تقول لا، فتدخل في الفي في وتبدا تظبط الاعدادات بتاعتك. ممكن تحتاج ان انت تحط بعد الفاميلي. لو انت عايز تشغل ام اي بي مفيش مشكله، بس هتخش تظبط الفيتنج، لان هو لما بيجي يرسم ما بقاش الفيتنج مرتبطه بالضغط او بالفايب او كده، فمفيش اي مشكله خالص. ساعات في بعض المشاريع بيبقى المشروع صغير، فبنشتغل معماري وانشائي وكهروميكانيكال في نفس ملف الريفيت. تمام، شايفين ان هو فيلا مش هيأثر، مش هيهنج، فسهل ان انا ادخل واغير الاعدادات اللي انا عايزها عشان اشتغل عليه بقى يمشي خالص. ممكن تيجي هنا في الاناتيك تفعله لو انت محتاج الاناتيك، يعني ممكن تعمل دبل كيت من اللوحه دي، تعمل واحده بالاناتيك واحده بدون الاناتيك، واحده بالبشاميل واحده بغير البشاميل وهكذا.